السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا مزيانين. هذا اول فيديو جديد في القناه، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله هنعمل واحد الوصفه لعناية باليدين او لتبييض اليدين. كنحتاجوا هاد المكونات جد بساطين. كنحتاجوا واحد معلقه ديال خميره ديال الخبز، كنحتاجوا واحد معلقه ديال عصير حامض، معلقه ديال الماء. نبداو على بركه الله. كنحتاجوا واحد الاناء، كنعملوا فيه واحد معلقه ديال خميره الخبز، معلقه ديال عصير الحامض، معلقه ديال الماء. نحركوا هاد المكونات، نخلطوهم. حتى كيصبحنا الخليط بحال هكا كنوضعو على اليدين ديالنا. كيف ما كتشوفوا وصلنا الخليط بحال هكا. نبداو نعملو في اليدين بهذه الطريقه. لمده 15 دقيقه من بعد نغسلوه. بين ما غسلت اليدين ديالي البنات، انتما كتشوفوا حصلنا على هذا الفرق. انتما كتشوفوا اليد اللي عملنا لها الماسك واليد اللي ما عملتلاش، انتما كتشوفوا الفرق. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب والضغط على الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ان شاء الله. وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم. وشكرا، الى الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.